نرجع ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومركم ايه فيديو جديد تاني مع تاكل ايه من اسكندرية. هناخدكم رحلة يوم كامل في اسكندرية، فطار غدا عشاء وسناك كمان. كل الاماكن دي كان من ترشيحكم انتم على الانستجرام، فشكرا جدا ليكم ويلا بينا. من اكتر الاماكن اللي رشحتها لي اني اروح افطر فيها محمد احمد. حاولت اطلب كذا حاجة عشان اعرف انا التجربة صح، فطلبنا فول اسكندراني، فول شامي، فول بالطحينة، بطاطس، جبنة مقلية، بيض بالبسطرمة، بيض بالجبنة، وطعمية. بدأنا بالفول. الفول اسكندراني عبارة عن فول وسلطة وطحينة بسعر 16 جنيه. الفول بالطحينة بالنسبة لي كان ألطف شوية وألذ، وبرضه بنفس السعر. أما بقى الفول الشامي فده عبارة عن فول بالحمص، وكان حكاية الصراحة مع الطعمية، وبرضه بنفس السعر. أما بقى الطعمية كانت جاية دافية، بس أعتقد لو كانت سخنة كانت تبقى في حتة تانية خالص، وبسعر 12 جنيه. البيض الصراحة البيض بالبسطرمة هناك كان خرافي، ومعمول بالسمنة وحاجة فوق الوصف، بسعر 21 جنيه. البيض بالجبنة كان حلو بسعر 24 جنيه، ولكن البصل معجبني اكتر بكتير. البطاطس المقليه كانت ب 18 جنيه وكانت عاديه قوي. اما بقى الجبنه المقليه فبسعر 18 جنيه، كانت جبنه بيضة ملحها قليل قوي، وتقريبا كانت اقل حاجه موجوده على السفره، ولكن لو اكلتها مع حاجه تانية هتبقى حلوه وتعمل جو. للاسف اسعار المنيو مش زي ما احنا حسبنا عليها، مش عارف ليه. وبعد ما رجعت القاهره وبمنتج الفيديو اكتشفت ان هما نسوا يحاسبوني على الجبنه المقليه. يلا حصل خير، شكلهم كانوا عارفين هي مش قد كده. المكان ده لو اهتموا بيه شويه هيبقى في حته تانية خالص، وانا الصراحه قمت متكيف بسبب البيض بالبسطرمة ده، كان خطير. احنا بشكل عام برضو مش جايين نقيم المطاعم في اسكندريه في الحلقه دي، احنا جايين ناخدكم في رحله. محمد احمد مطعم اورينتال مصري. عرفت دلوقتي ليه الاجانب لما بيجوا بيروحوا له، لان هم هياخدوا الاكسبيرينس بتاعت الفطار المصري هنا. ده انا فهمته يعني. ممكن اسالك مش احسن فطار وبتاع، مش مهم، مش ده دلوقتي اللي بتكلم فيه. نروح المكان اللي بعده. بعد الفطار اتمشينا على البحر شويه، وكنت هموت على كوباية شاي أحبس بيها زي أي مواطن مصري أصيل. لقيت في وشي عم محمد بيعمل كوباية شاي، لأ وبالنعناع كمان، ب5 جنيه. والله مخسرة فيه. جبت واحدة ليا لأخوي، بنشرب كوباية شاي بالنعناع على البحر، حاجة آخر مزاج. خلصناها وطلعنا على المكان الجديد عشان نتغدى. فطرنا، شربنا الشاي، نتغدى بقى. من ريكومنداتكم انتم ما كانش ينفع اجي اسكندريه من غير ما اكل واتغدى في القلاع. وصدفه قابلت في اسكندريه محمد حازم، الفود بلوجر على الانستجرام. حبيبي لازم تتابعوه هنا على الانستجرام، راجل بيقدم ذوق راقش شويتين ثلاثه اربعه في الانستجرام. تمام. وهو من عشاق القلاع ده، دايما بيتكلم عن القلاع من غيري. بس يلا والله بينا. بصدفه فعلا بجد. هناكل ايه من عنده؟ ثانيه واحده، هناكل ايه؟ فطيره مشكل جبن، اضافه سجق، اضافه بسطرمه. ده هو يعني، هو بص ريكومنديشن من اخر، ده اخر حاجه، اخر ليفل خالص. ماشي. وايه تاني برضه؟ في عنده صغير ووسط وكبير. هكتب لكم اسعار على الشاشه. وهنجيب بقى واحده ايه، واحده حلوه، لوتس نوتيلا بالبندق والقشطه. يا نهار ابيض، برضه دي من الاخر خالص. انا بجيب معاك من الاخر، اخر ليفل. نايس. يلا هندوس هندوس. يلا ندوس. يلا بينا. We'll be right back.
خلصنا خلاص الفطيره بعد عناء طويل. فطيره ايه دي؟ دي مشكل جبن اضافه سجق او صدق زي ما هما بيقولوا، واضافه بسطرمه. دي كبيره ب 155 جنيه، والمفروض ان الحجم الصغير منها كفي فرد، وهي واضح ان هي كبيره. هندوقتي ونعرف ايه فرقه عن الفطير. اولا هنا العجينه هتتكلم كده المحل بتاعك اصلا. يعني انا اقول لك عشان بحبه الصراحه. يعني هيتعامل هنا العجينه هتلاقيها تخينه شويه عن العادي. بص الجبنه، هو ده مش التصوير. انا سالت عنه كتير قوي قبل ما اجي. هو كده لا انا باجي هنا من زمان. بالظبط. فدي حاجه تحسب له الصراحه. واحنا هو ده حصريا بقى احنا بناكل على عربيه القلاع. بالظبط. بص القلاع ده سبيشال اوفر ده عشاننا بقى. بالظبط. ناكل العربيه بتاعته عشان احنا مفيش بقى قاعده هنا. بسم الله. نور ابيض حلو قوي. ايه الطعم ده؟ كواليتي السجق وكذلك البسطرمه، ده غير الجبن. حلو يعني قوي. طعم السمنه، طعم في الجبنه، انا مش عارف. بس طعمه حلو لذيذ، ما جاوش عند حد. سخن قوي من الفرن على البق على البط. نشوف اللي بعده، ندخل في الحلو بقى. ده برضه ريكومنديشن منهم، سكر باللبن. الفطيره دي ب 25 جنيه. عاملينها قدامنا بالسكر واللبن وبتاع. بتنز بص. والسمنه. ما حسيتش. بصوا لازم تيجوا. مفيش كلام من الاخر بقى. دوقوا على الحلو اللي بعده. اسمها ايه دي؟ دي يعني شكلها غريب. يعني دي انا بعشق اللوتس. دي مش لوتس بس، ده لوتس ونوتيلا وقشطه وبندق. دي ب 120 جنيه. احنا فاتحين هي بتطلع كده. هو اصلا فاتح في مكان، هي بتطلع كده. هم قال مثلا موجودين اصلا في المكان، والمنطقه اصلا قديمه. يعني المنطقه واضح ان هو دي حرفته. نوتيلا قشطه وفطيره. يلا احنا هنزود قشطه بعد كده. قشطه حلوه قوي. نقول اضافه قشطه يغرقها لك. واخد واحده بالقشطه بقى، وهي فعلا زي ما عمرو قال بتخف التجزيعه بتاعت كل السكريات دي. خدوا تجربه حلوه عند القلاع جدا. تقلنا شويتين ضربنا نروح المكان اللي بعده. يلا بينا. طلعنا بقى على عصاير مكه، من اكبر واشهر الاماكن اللي بتعمل عصير في اسكندريه. ما شاء الله ليه فروع كتير جدا. رحنا بالاخص فرع سموحه. هنحاول برضو نقول لكم دلوقتي كيفنا في العصاير عامل ازاي. مستر محمد حازم لسه معانا. لا ظل معانا في الفيديو، ممكن يخليه في اخر الفيديو ما نعرفش. يتمنى يفضل معانا لحد اخر الرحله ان شاء الله. هنبدا بيه توينكيز. هو اللي مختار البتاع ده. ده المفضل بالنسبه لي. ده اللي مختاره. ده المفضل. بس احنا في معلقه في حركه صايعه دي. المعلقه جوه الليمون. اهو صايعه دي. عشان في قطع برضه. ده ب 14 جنيه. سعره كويس، سعره كويس قوي. نجرب؟ يلا بينا. ده ايه ده؟ عارف طعمه عامل زي ايه؟ عجينة الكيكة. عجينة الكيكة اللي بتتبقى ايه في بتاع وبتاكلها بصوابعك. ده توينكز. ايوه بقول لك بتبقى عاملة زيها. حلوة قوي قوي. هي ده توينكز بالصوبيا مع شوية تلج وفي قطع جوه. بس شغل عالي. حلو ده. منه عصير. انا عمري ما كنت افكر ممكن اكل حاجه زي كده اصلا. لا حلو قوي قوي. ده مودك انت. مودي لسه هيجي كمان شويه. يلا نروح على مودك. يلا نروح على مودك. انت ما شاء الله خلاص نص. تاني واحد معانا ده افوكادو بالمكسرات والعسل. وكيف انا ازود عليه حته ايس كريم؟ ده اختيار عمرو صرف. بس هو افوكادو بالعسل حلو جدا بالمكسرات. ولو بالكاجو بس يبقى احلى. بس ده كده ب 35 جنيه عندهم. نضرب؟ نضرب. يلا. تقيل. مليان مكسرات. بعشقه ده. ابو كده بس تقيل 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 حلو. يعني التقل بتاعه نفسه، تقل العصير نفسه. حاجات كده طرينا بجد بعد الحبه. يعني جت جت طرينا. يعني لو ما جربتش قبل كده الحوار ده لازم تجربه. ولو تقول له كاجو بس يبقى احلى. نروح للمشروب اللي بعد كده. عصير قشطه. فكه القشطه. فكه القشطه مع عليها لبن. اكلتها مره. انت جربتها قبل كده؟ جربتها مره. عصير؟ عصير. ما جربتهاش كفاكهه، جربتها عصير اصلا. فانا عايز ادوق ده بقى اعملها ازاي. بسم الله. يلا. الله. نار ابيض. ده حلوه قوي. حلو. لا ده بس يا لهوي. دي ب 20 جنيه. سمعت كمان ان هو جاي كمان القاهره. هنروح بقى. هو بقى ده بقى عندي ريكومنديشن جامد. نشوف بقى. يلا بينا. محرك البحث رقم واحد جوجل. ب 25 جنيه عصير ده. ليه بقى؟ عشان انت هتبحث عن المكونات جوه. إيه؟ اسمع بقى. قول. يلا. مانجا ماشي، موز ماشي، زبادي ماشي، ايس كريم ماشي، عسل. تعال نجربه. يلا بينا. بسم الله. او ماي جاد. ده بقى تقيل قوي. كريم بس حلو قوي. موز. انا حاسس بطعم الموز، طعم المانجا. يعني هو ما فيش حد مغطي على حاجه. لا وانسيابي قوي. احنا كده شفنا كام واحد؟ اربعه. رتبهم لي من عندك انت. القشطه يا ليها الاخ ده، يا ليها التوينكيز، يا ليها الافوكادو. بالنسبه لي من رايي الشخصي قشطه، يا
الافوكادو وده مع بعض واخر واحد توينجز. ما توينجز انا مش ذوقي هوايه قوي ومش هوايه ذوقي ده. انا احب قشطه ده عجبني قوي عالمي كده ما اختلفناش ان القشطه اقوى واحد الصراحه وده برضو هايل. ضربنا نطلع بقى العشاء هو لازم نتعشى بقى لنا كتير بقى لنا بتاع نص ساعه ما كناش حاجه صح لازم يلا بينا لازم نروح نتعشى لازم ناكل حاجه يلا نتعشى يلا بينا نفضل ماشيين ايه حلو حادق حلو حادق مين شمال فوق تحت بالظبط. طلعنا على كبده الفلاح عشان ناكل احلى كبده اسكندراني اللي مشهورين بيها اهل اسكندريه ونشارككم برضو ازاي كتير منهم بيحبوا ياكلوها. اللي هو الساندوتش بتاعه ده اللي هو النص 4 جنيه صح كده؟ صح مظبوط. انا عارف انت بتعشقه من الحاجات اللي انا بحبها قوي الفلاح احنا معانا يعني حاجه بسيطه 30 نص يعني 15 رغيف بالظبط. كبده الاسكندراني عموما مفيش بقى طحينه زي عندنا وبتاع والموضوع كله ايه هو الفلفل والنص ليمونه فلفل حامي والنص ليمونه وشكرا على كده. سندوتش بالليمون اهو بالليمون قرب فلفلك في ايدك الثاني طبعا عليا دي بس عشان خاطر بسم الله حبيته اكتر طبعا حلو قوي بس الفلفل فلفل مميت الحمد لله الحمد لله. حلاوه الفلاح ان انت ما تحسش بيه يعني انت تخلص النص كده ايه وانت مش مركز وانت مش باصص خلص. طبعا 30 نص ده مش كل لوحدها في لسه كرو ورا الكاميرا هو ده السر برده في المكان فلفل وليمون. الحلقه بتاعت معمون عيش كان طعم التوم وقتها كان عالي قوي ما في التوم هنا ظابط مش عالي كان ممكن بقى عنده حياه لما التوم كان عالي قوي ما كانش مكيفني قوي دلوقتي هو ظابط معايا قوي قوي يعني النهارده حلو قوي فعلا. دايما بياكلوه هنا بيجيبوا كيس شيبسي عائلي ويفتحوه جنبه كده ايوه ده احسن سفره في مصر نضرب بقى خد الشيبسي وتجيب الليمون تعصر ايه على النص بتاعك وتضرب دي اللفه بقى والله العظيم حاجه كمان كبير وجبه متكامله من كل ملاذ وطعم احنا غالبا هنخلص ونحتاج نحلي شاكك حاسس بجد الله اعلم يعني عارف ده لازم يبقى جزء من الموضوع لازم ولا بد مع بيبسي انا اول مره اجربها كده وعجباني قوي لا والشطه والليمون بالزيت تحفه نقفل فين بقى الفيديو ده هنقفل اليوم بقى في المكان اللي عمرو اختار ياكل فيه رز بلبن وهو اخر محطه معانا هي الشيخ وفيق عشان ناكل الكسكسي وام علي والرز بلبن. الشيخ وفيق من اقدم الاماكن في اسكندريه اللي بتعمل النوع ده من الاكل فتعالوا نشوف الدنيا عنده عامله ازاي. هو طبعا اسكندريه مش كلها اكل بس انا بحس ان اسكندريه في نفس الوقت فود كورت كبير جدا ومع ان الشيخ وفيق مشهور قوي قوي فتقريبا دي اول مره اجربه. انا جربته. حبي بقى شاركنا في اخر اليوم مستر منعش. الخروجات بشكل عام ما بتحلوش الا بالصحاب يعني هي بتبقى عايزه لمه كده صحيح نقعد ناكل ونهزر ونخرج يعني هي اصلا دي الخروجات بشكل عام. ده كسكسي بالمكسرات ب 10 جنيه. انا مراتي قالت لي عايزه واحد وهاتني معاك وانت جاي. نجيب لها حاضر. اوعى تكب على ايدي. نايس. لا عمرو بيصب حلو. لبن سخن. سكر بقى بودره وهنقلب بقى ايه؟ وانا عايز اخد ممكن اقول حاجه؟ ممكن اخد انا والدتي اكتر حاجه بتحبها في حياتها شيخ وفيق. هي بتيجي من السفر اول حاجه تروح تقول لي نروح على شيخ وفيق على طول. انت هتاكل معانا يا عم؟ جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. انا في تفسيره مهمه نسيت اقولها. يا لهوي. انا ما بحبش كسكسي. طب حلو طب روح بس هو حلو. حلو قوي. هو ايه الطعم الواضح قوي؟ في طعم الزبده؟ سمنه. طعم السمنه عالمي. 17 جنيه. عالمي. نروح طبق تاني عندهم. نشكر اولا مستر كريم على مساهمته في صناعه الفيديو. حبيبي. ام علي ب 19 جنيه والمفروض ان الطبق ده كده بيدخل الفرن زي ما هو كده. بص مليانه لبن انا بحبها كده. بص تعالى بص. يا جماعه مولعه خلي بالكم. سخنه قوي. مولعه. اوف. بسم الله. بسم الله. اوف. لطيفه بالسخنه قوي. عالميه. عامل صعود دليفري قوي. يعني دي تجربه هنا كده. تجربه هنا. صح. نحس بيها اكتر. بتحبها اصلا؟ حلو. نخش في اللي بعده ولا ايه؟ نروح لاخر واحد بقى خالص. ممكن نقفل الفيديو لو سمحتوا يعني عشان خلاص ده احنا ايه؟ كده رز بلبن بايس كريم مكسرات مكسرات بسم الله. واو 18 جنيه؟ لا ده احسن 100 معايا 100 مره. بس انتوا غيرتوا العلب كلها؟ دي اكبر ميكس حلو. كريم مع رز بلبن مع مكسرات دي الصراحه اكتر حاجه مناسبه بعد غدوه بعد عشوه. يعني ده يطري بقى قوي تهدم قوي. الكسكسي والرز ام علي محتاجه صحه شويه. نرتب مثلا ان احنا كده الذوق الشخصي لكل واحد فينا اللي هو رز بلبن ام علي بعدين الكسكسي. انا رز بلبن وبرغم ان انا ما بحبش الكسكسي بس عجبني فانا اقول رز بلبن كسكسي ام علي. انا بقى كسكسي رز بلبن ام علي. يعني انا حاجه يعني انا بالنسبه لي شوفوا انتوا بقى حلو قوي. طعم السمنه اللي فيه عجبني جدا جدا
وان كان ما كنتش فاضله قوي بعد غدوه او عشوه، بس حلو بس كده. ان شاء الله ممكن اجزاء ثانيه في محافظات ثانيه وفي مدن ثانيه ان شاء الله، شويه عشان ممكن اطلع بره مصر كمان. خدني معاك وانت طالع. خدني من الشنطه سيدوني فاهم. بس كده كان معاكم عمرو شريف ومحمد حازم ومنعش من قناه عمرو شريف، وسلام. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا انبسطت جدا جدا باليوم ده في اسكندريه، واتمنى تكونوا عرفتوا لما تروحوا اسكندريه ممكن تاكلوا ايه. وشكرا جدا على كل الدعم. باي باي.